مجلس الأمن. هي تحتاج إلى حكومة قوية تستطيع أن تتحمل هذه المرحلة الانتقالية، حكومة تستطيع توحيد كل القوى الموجودة على الساحة، ونحتاج إلى إجماع دولي حول هذا الصدد. هذه اللجنة التي توضح مدى الاتفاق، ومن أجل أيضا التعامل مع السلطة التنفيذية وكل السلطات التي تؤدي إلى هذا التوافق العام الذي نسعى إلى تحقيقه. السيد الرئيس فيما يتماشى مع خطة العمل والأهداف التي نعمل من أجلها، وهو الدستور. الدستور ليبيا تحتاج إلى إطار عمل برلماني قوي ومؤسسة برلمانية قوية تستطيع توحيد كل الجهات أيضا المتناحرة وكل الأفراد المتخاصمين في هذا الصدد. وبعيدا عن احترامي أيضا الجانب كذلك، نحن في أسرع فرصة نسعى أيضا لإيجاد نظام دستوري، ومجرد الحصول على ذلك يمكننا تحديد كيفية العمل على هذه المرحلة. المرحلة الثانية وهو إعادة البناء الدولة، وهو بناء المؤسسات التي نسعى إلى تشكيلها. إن لم يتم أيضا تحقيق أيضا هذه المصالحة وتوحيد كل المؤسسات لوقف عمليات العنف، لن نستطيع إيقافه ولتحقيق نتائج في الانتخابات قوية. نحتاج إلى جهود متوازية من أجل قيام الدول الأمم المتحدة بتسهيل أيضا الكثير من الحوار بين الفرقاء في ليبيا وبين أيضا الجماعات المختلفة، ومن أجل أيضا توحيد قوى المجتمع داخل ليبيا. الحكومة ومن خلال أيضا المصالحة الوطنية تسعى ومن خلال هذه الجهود لإظهار الدعم من أجل هذه الاتفاقية وهذه الشروط التي تتعلق بعملية التمويل أيضا، وبكل ذلك نستطيع أن نقدم الدور المنوطين به من أجل ضمان عودة آمنة للحياة في ليبيا. إن بناء كل المسارات الليبية ومن جانب كل المشاركين والمساهمين من اللاعبين الأساسيين على الساحة، يمكن أيضا أن نحقق أيضا إصلاح سياسي من خلال تعامل وتفاهم كل الأطراف من أجل عملية سلمية شاملة، ومن خلال زيارات مكوكية كثيرة، ومن خلال عمل مكثف من أجل أيضا جمع ومن خلال أيضا إيجاد حلول واتفاق بين كل الأطراف، ونقدم أيضا مجالا أيضا للليبيين للجلوس معا، ومن أجل أن تكون هناك رؤية واحدة يتبناها الجميع لصالح ليبيا. النقطة الثالثة هي الانتخابات. وفي عام 2017 وفي 6 ديسمبر قامت لجنة المفوضة بالانتخابات بمبادرتها. نأمل على كل الليبيين رجالا ونساء أن يشاركوا بالتسجيل في هذه اللجنة الخاصة بالانتخابات. هناك ما قام الآن بالتسجيل خلال عدة أسابيع ما يقرب من 600,000 و500,000، ولكن نحتاج لأكثر من 2 مليونين من الناخبين لتسجيل أسمائهم، ومن أجل تقديم الدعم الفني لهذه اللجنة للعمل على الاستمرار في تسجيل رغبات وأسماء الليبيين القائمين على العمليات الانتخابية. وقبل تنفيذ هذه الانتخابات التي نسعى إلى أن تكون انتخابات نزيهة، يجب أن يكون هناك عملية عادلة، يجب أن تكون هناك ثقة، وأن يتم قبول نتائج الانتخابات من الجميع. إن عمليات أيضا الاستفتاء أيضا والقوانين اللي احتاجوا إلى ليبيا تحتاج إلى التزامات وإلى مؤسسات تستطيع تشرع من أجل الحياة السياسية ومن أجل اتفاقية سياسية داخل ليبيا. أحث كل هذه المؤسسات على توخي الحذر والبعد عن عمليات التشكيك فيما بينها من أجل جمع كل الليبيين والشعب الليبي تحت لوائها. السيد الرئيس، أشكر رئيس كل من الخارجية المصري أيضا وتونس ونيجيريا على جهودهم الحثيثة من أجل تقديم الدعم أيضا
أيضا إلى ليبيا، وأيضا للقاء وتقديم الدعم الخاص من أجل مساعدة ليبيا للعودة إلى مؤسساتها أيضا التي تضمن قيام الدولة. هناك أيضا جارتين لليبيا، وقد التقيت أيضا في التقيت برئيس التشاد أيضا، وأيضا هي دولة هامة جدا من أجل العمل والتنسيق بشأن ليبيا، وأتمنى أيضا دعمهم وحكمتهم في هذا الأمر. إن علاقتنا بالاتحاد الإفريقي تساعد أيضا، وهناك وكان في أديس أبابا عندما التقيت بلجنة الاتحاد الإفريقي وقمنا بالتنسيق والتشاور من أجل التعاون المتعلق بليبيا، وخلال هذا الشهر تبادلت أيضا مع رئيس اللجنة ورئيس لجنة المفوضية الاتحاد الإفريقي، وتبادلنا الرؤى وجهات النظر المختلفة. إن الأزمة الليبية تؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية والعواقب التي تؤدي إلى معاناة الشعب الليبي. هذه المعاناة يجب أن نوقفها فورا، وفي الأسبوع القادم فإن الأمم المتحدة ستقوم بإطلاق مبادرة للدعم الإنساني من أجل تقديم الدعم للمعرضين وإنقاذ حياة الكثيرين الذين يتعرضون للهلاك ويحتاجون أيضا إلى مياه نظيفة وإلى سكن وأيضا إلى كل سبل المعيشة وتوفير الحياة كل الاحتياجات الأساسية، وهذا ما يدركه الشعب الليبي. أشكر كل الداعمين والمتبرعين أيضا لتقديم الدعم، وأحث الحكومة الوطنية ومجلس الحكومة الوطني أن يقوم بدورها تجاه دولتها وتجاه الشعب الليبي. إن الحاجة الماسة للاحتياجات الإنسانية، هناك أيضا عمليات الهجرة المستمرة والتي تعاني منها هذه الدولة، وأثناء الشهر الماضي وعندما زرت أحد أماكن اللاجئين رأيت الكثير من المهاجرين يعانون من حالات إنسانية غير آدمية، وأيضا هناك عنف جسدي وجنسي يمارس ضد هؤلاء الأفراد. على القوات الأمن أن تمنع كل هذه الانتهاكات. هناك عديد من الأعمال ضد الأعمال الإنسانية ترتكب ضد هؤلاء، وأدعو الحكومة لتقديم الدعم والأمن لهؤلاء والحفاظ على أرواحهم، وعلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقوى المهام التي نقوم بإرسالها من أجل تحقيق تقدم على هذا الصعيد، ومن أجل التعاون الثنائي لتخفيف معاناة الشعب الليبي. إن عملية التركيز على الهجرة، يجب ألا ننسى الكثير من الليبيين الذي لا تحكمهم أي عمليات أيضا قانونية، ومن خلال عدم وجود تشريعات وسوء الاستخدام أيضا للسلطة من جانب البعض والجماعات المتناحرة، ويجب أن تكون هناك تسوية شاملة. السيد الرئيس، إن عمليات التغيير حتمية في ليبيا، وهناك أيضا أجندة نعمل على أن تسود وأن نقوم بحشد كل الجهود الدبلوماسية الدولية من أجل إنهاء هذا الصراع، ومن أجل تطوير وتحسين الاقتصاد الليبي، وليصبح المشهد الليبي أكثر حكمة وأكثر استقرارا مما سبق، ومن أجل خدمة الشعب الليبي. الصراع حول الموارد هو دائما هو قلب الأزمة الليبية، ويؤدي إلى إهدار كل الفرص وكل الجهود التي نقدمها من أجل توفير الخدمات العامة ومصلحة الشعب الليبي. هذه هي كل الإجراءات الهامة وأوجه القصور. هناك نقص في الموارد المياه وفي الكهرباء وفي السلع الأساسية والاحتياجات الأساسية، ولكن من أجل تحقيق هذا الدعم مرة أخرى أقول بأنها مسؤولية جمعية
لكي تظل ليبيا لديها موارد تستطيع أيضا أن توفر حياة كريمة وأمنا لشعبها، وعلينا أن نعمل بقوة لتحقيق كل ذلك السيد الرئيس. وكما تعلم وبناء أيضا على مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والذي قام بزيارة ليبيا في يناير الماضي والذي عمل بصورة دؤوبة، كانت فرصة قوية لكي يرسل رسالة قوية إلى الزعماء الليبيين العسكريين والسياسيين من أجل تسوية تضمن سلامة الشعب الليبي، ونيابة أيضا عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة. فيجب على الليبيين أن يعمل معا من أجل إيجاد خطة عمل تضمن حياة كريمة وإنهاء هذه الأعمال العنف والانتقال إلى حياة سياسية مستقرة ومرحلة تحول. أشكركم على كل هذه الأعمال والجهود التي ستستمر لنهاية هذه الأزمة داخل هذه الدولة.